بص، هو الفكره قعدت مع مصطفى عامر، المخرج مصطفى عامر. تمام. فهو اللي يعني قال لي فكره ان هيبقى فيه كوريوغرافي وكده. قلت له تمام. يعني انا اصلا كنت برقص في المدرسه وحاجات، يعني حاجات كده يعني زمان يعني، بس طبعا كان اخري ظهرتي ما حصلش. وكان كان اخري اصلا في موضوع المدرسه ده وكده السنه 6 يعني، عارف بعد كده ولا الهوى خالص. فانا كنت حاسه ان انا ايه مكسوفه، وفي نفس الوقت مش عارفه اذا كنت انا هعمل ده حلو ولا لا. حتى قلت له انا لو ده هنروح بروفات، لو ما شفتش ان انا هبقى شاطره في ده او ما نفعش وما طلعش بالشكل اللي انا عايزاه، احنا كل ده هيتلغي. قال لي خلاص تمام. عملنا 3 بروفات، كل واحده فيهم كده بتاع مثلا 6-7 ساعات كده، حاجه طويله كده. قرار بعد كده قلت له خلاص. لا انا يعني حتى هي بنت من اولها يعني ان انا ايه ابتديت اندمج مع الموضوع، وابتديت احس انه كمان بقى في تحدي الناس كلها